السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، مزيانين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة ان شاء الله. اول حاجة غنقول لكم البنات، كنعتذر منكم على صوتي، هي انا واحد شوية مشكيت عليكم وبعيد عليكم. ان شاء الله باذن الله غنشاركوا معكم فقاس كيجي جديد بزاف ومقرمش، وكيجي هشيش مع طريقة الاحتفاظ به يبقى لكم مقرمش لمدة طويلة. فابقوا معايا حتى الاخر فيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. هنايا البنات عندنا 4 ديال البيضات، جوج معالق كبار عامرين ما بين حبه حلاوه والنافع، جوج معالق كبار ديال الزنجلان، قبيصه ديال الملحه، شويه ديال التحميره، وهنايا عندي كاس ديال اللوز عامر، ما تنفخوه ما تحمروه ما والو، كاس ديال السكر سنيده، وكاس ديال الزيت، ربع كاس ديال الماء زهر. هنايا غادي نبداو باول حاجه بالبيض، غادي نديرو 4 ديال البيضات، نقصوا منهم صفار واحد فقط باش غادي ندهنو في التالي. غادي نزيدو السكر سنيده، كاس ديال العنبه، البنات دائما العبار بكاس ديال العنبه، كاس ديال الزيت، وربع كاس ديال الماء زهر. غادي نخلط المكونات مزيان مزيان، غادي نزيدو لهم شويه ديال الملحه لتصحيح الذوق فقط، غير قبيصه رشيشه البنات وصافي. او غادي نحركوا المكونات مزيان مزيان. هاد الطريقه البنات ماما هي اللي كتوجد معكم الفقاس، هي اللي كتصاوبوا معكم كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، كيجي زوين بزاف وكيجي مقرمش وما كيتشققش نهائيا، يعني فقاس بلا فقايس كونوا هانين. فقط غير تبعوا المراحل وتبعوا المقادير كما هي. هنا يا البنات راه درنا لكم نصف الكميه، الا كنتو باغيين كميه اكثر فغادي تضاعفوا الكميه. صافي البنات، من بعد ما حركت هاد المكونات مزيان مزيان حتى تذوب لينا سنيده مع البيض والزيت ويتجانسوا ليا مع بعض، ضفت هنايا الزنجلان كما قلت لكم، جوج معالق كبار عامرين، جوج معالق كبار عامرين ديال حبه حلاوه والنافع، يعني معلقه معلقه، وكاس ديال اللوز. كيف ما شفتوا معايا هنايا اللوز راه قسمناه، كل لوزه قسمناها على جوج باش يجيكم في الفقاس ديالكم الشكل ديال اللوز زوين، وما يتفرتتش لكم الفقاس باش تبغيو تقطعوه، فهمتوني؟ يعني ما ترقدوه في الماء ما والو، ارميوه هكاك غير هو، كل لوزه قسموها على جوج. صافي، غادي نزيدو هنايا فاني للتنسيم. هنايا البنات ضفت واحد المعلقه صغيره ما عامرهاش ديال التحميره، هذا سر من اسرار الفقاس اللي كيتباعوا على برا البنات، كيجيكم محمر وكيجيكم داك اللون الذهبي زوين في الفقاس، هذا هو السر البنات. كتزيدوا شويه ديال التحميره، ماشي بزاف، غير واحد المعلقه صغيره ما عامرهاش ديال التحميره. خلطت المكونات كاملين مزيان مزيان، غادي تضيف الدقيق شويه بشويه، تقريبا البنات من 500 حتى 600 غرام ديال الدقيق، يعني ما نقدرش نقول لكم بالضبط العبار، دائما كنقول لكم على حساب الحجم ديال البيض ديالكم وعلى حساب الدقيق واش كيتشرب او لا. هنايا زدنا صاشي وحده ديال خميره الحلويات، غير صاشي وحده فقط. صافي البنات، هنايا غتبقى تضيف الدقيق شويه بشويه حتى تحصل على واحد العجينه متماسكه وطريه، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش في نفس الوقت خفيفه ولا تلصق لكم بزاف في اليدين، يعني بين وبين. صافي البنات، هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في هاد الفقاس ديالنا. من بعد ما خلطت كاع المكونات حصلت على هاد العجينه هادي كيف ما كتشوفوا، قسمتها على جوج ورولاتها يعني على شكل رولو بهاد الطريقه هادي، درتهم في لاطا اللي فرشنا ورق الطبخ من التحت، وغادي دهنهم بشويه ديال نسكافيه وصفار بيضاء اللي خلينا في الاول، يعني اللي حيدنا من دوك 4 ديال البيضات. اولا الا ما عندكمش نسكافيه ديروا غير كاكاو المر شويه فقط مع البيض، ودهنوا الفقاس ديالكم بهذه الطريقه هذه وزينوها، راكم عارفين التزيين ديال الفقاس ساهل ومعروف، يعني خذوا واحد الفرشيط وحاولوا تزيكزاكيو في داك البيض مع نسكافيه. هنايا في هذه الاثناء راح نشعلنا على الفران باش يسخن، وغادي نقصوا عليه يعني نقصوا بحال اللي باغيين نطيبوا الكيكه، يعني نقصوا عليه مزيان، ما تشهدوش الفران باش ما يتخطفش اللون ديالو ويتحمر وما يطيبش ليكم من الفوق. مره مره حلوا عليه الفران وتبقاو
تبركوا عليه شويه بصبعكم، الا لقيتوه مازال كيتبومبا راه مازال ما طابش، الا لقيتوه قصح صافي عرفوا بان الفقاس ديالكم طايب واجد. وها هو البنات من بعد ما طيبناه كيف ما كتشوفوا معايا ما جاش مشقق نهائيا وجا زوين ما شاء الله. صافي من بعد ما حيدته ماما من الفران درت عليه واحد الفوطه اللي في الزكاته واحد شويه وزدت عليه بلاستيك باش يرجع عليه داك الصهد. خلات البنات الا كنتو باغيين ديروه يعني في نهارو حاولوا ديروه الصباح وتقطعوه في العشيه، كنتو باغيين تبيتوه فديروه في العشيه وعندكم الوقت خليه حتى لغد ليه عاد قطعوه وحمروه. وهانتوما البنات كيف ما كتشوفوا طريقه يعني باش تقطعوا الفقاس، غير هو كنوصيكم دائما الموس يكون ماضي، حاولوا تاخذوا داك الموس المنشار يكون ماضي اولا موس حاده المعروف يعني الغني عن التعريف راكم عارفينه يكون ماضي، وخليوه فقط الفقاس باش ما يتفرتتش ليكم الفقاس. هانتوما البنات هنايا من بعد ما حمرنا الفقاس كيفاش كيجي، كيجي زوين بزاف محمر، كيجي مقرمش وهشيش بزاف بزاف، كيجي لذيذ البنات صدقوني ما يتفرتتش معاكم نهائيا ما يتشقق ما والو. وانتوما راكم كتشوفوا كل شيء على عينيكم. هنايا غادي نذكر معاكم طريقه الاحتفاظ. طريقه الاحتفاظ البنات سهله ولكن نتيجه فعاله. غادي تحتفظوا الفقاس ديالكم في واحد البواطه يعني بلاستيكيه ولا اللي بغيتوا، فين في كديروا الفقاس اولا الحلوه ديالكم، وغادي تزيدوا من فوقها واحد يعني طوبة ديال السكر أو ديال مرصو ديال أتاي، مهم أي نوعية ديال السكر غادي تزيدوه مع داك الفقاس غير من الفوق صافي، وغطيو الفقاس ديالكم عادي راه كيبقى كما هو وكما درتولو يعني كما كان في الأول كيبقى ما كيرطابش وما كي يعني ما كينداش نهائيا. هذا هو اللي كاين الغزالات ديالي. نتمنى الفيديو ديال هاد النهار يعجبكم، نتمنى نكون خفيفه طريفه على قلوبكم لا انا لا ماما، ونتمنى تشجعونا بلي لايك ديالكم، ما تبخلوش علينا بالتعاليق الزوينه ديالكم، الله يسهل عليكم يا ربي، واللي في قلبها شي حاجه يا ربي تحقق ليها، والله يرزقكم من حيث لا تحتسبون يا ربي امين. تال هنايا غادي نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو، خليتكم على خير، خليتكم في امان الله، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله وصفه جديده ان شاء الله. تبقاو على خير، بالسلامه عليكم.